وللمزيد معنا من اسطنبول عز الدين ابراهيم الكاتب والصحفي والفلسطيني. اهلا بك سيد عز الدين، كل عام وانت بخير. بدايه، مشروع قانون القوميه الصهيونيه كيف ستكون انعكاساته على الداخل الفلسطيني وما المراد منه بالتحديد؟ يعني هذا المشروع او هذا القانون هو ترجمه يعني فعليه لسياسه الاحتلال العنصريه تجاه اهلنا في الداخل الفلسطيني. الاحتلال يريد فرض ما يسمى بيهوديه الدوله بالقوة من خلال قوانين وتشريعات ترفض كل ما هو دون يهودي وتجبر أهلنا في الداخل على أن يكونوا يهودا أو على أن يقسموا بالولاء لدولة الاحتلال. فبالتالي نحن أمام يعني فصل جديد من فصول العنصرية الإسرائيلية. لا شك أن يعني هذا القانون لن يلغي الحق الفلسطيني ولن يلغي الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل، لكن بلا شك سيكون له تداعيات ويعني تأثيرات سلبية على نمط وحياة ووجود أهلنا في فلسطين من خلال العقوبات والقوانين التي تستهدف وجودهم. الحديث عن القوانين، مشروع قانون لاعتقال كل من يرفع العلم الفلسطيني داخل الكيان الصهيوني، قد تصل العقوبة إلى عام. إلى ماذا يرمي هذا القانون وما الخطوة المناسبة لإيقافه؟ نعم، هذا القانون جاء بعد أن يعني خرجت مظاهرة في مدينة تل أبيب تنديدا بهذا القانون ورفعت فيه الإعلام الفلسطينية. الاحتلال ينظر إلى كل رمز يدل على حقية الشعب الفلسطيني بأرضه، سواء كان العلم أو حتى اللغة أو حتى المسميات، ينظر لها على أنها تهديد لوجوده، وإن دل على شيء فإنما يدل على ضعف هذا الاحتلال وعلى يعني مجانبته للحق ومجانبته للأحقية في هذه الأرض. هذا القانون يهدف إلى ترهيب أهلنا في الداخل، ويعني جملة القوانين التي فرضت على أهلنا في الداخل منذ الاحتلال عام 1948 لم ترهب أهلنا ولم تنجح في يعني إخراجهم من جلدهم ولم تفلح في يعني فرض التهويد كما يريد قائد الاحتلال اليوم. سيد عز الدين، من القوانين التي فرضت على الفلسطينيين إلى القوانين التي طبقت أو أصدرت للصهاينة، هناك قانون أقرته سلطات الاحتلال لتسليح الصهاينة قرب غزة. هذا الموضوع قد يصل إلى تسليح نصف مليون صهيوني ويأخذون رخص بحمل السلاح، ما الذي قد يحدث بعدها؟ يعني هاي ربما تكون هي رسالة مين من قتل الاحتلال للمستوطنين في منطقة غلاف غزة أو ما يسمى بمنطقة غلاف غزة، بعد الرسائل التي أرسلتها المقاومة الفلسطينية بأنها قادرة على إيذاء الاحتلال وقادرة على قلب المعادلة. المستوطنات الإسرائيلية في محيط غزة في الفترة الماضية أصبحت شبه خالية بعد أن قصفت المقاومة الفلسطينية هذه المستوطنات ردا على التصعيد لإسرائيل الأخير. فبالتالي الاحتلال يريد أن يرسل برسائل تطمين لمغتصبيه ومستوطنيه على أن الدولة تحميكم، لكن بلا شك يعني هذه الرسالة وإن كانت تحمل هذه المضامين لأنها غير قادرة على أن تقنع المستوطن الذي يعني يعلم أن أي جولة تصعيد أخرى أو قادمة ستكون باهظة الثمن على هذه المستوطنات. طيب، الأمين العام للأمم المتحدة حذر من اندلاع حرب جديدة بغزة، كيف ترى الأوضاع في القطاع وهل فعلا نحن أمام احتمالية اندلاع حرب؟ مؤشرات تشير إلى أن يعني المجتمع الدولي وحتى الاحتلال الإسرائيلي غير معني بجولة تصعيد جديدة. الجهود التي تبذلها القاهرة ومن خلفها المجتمع الدولي واضح على أن هنالك رغبة دولية وإقليمية بتجنيب القطاع والمنطقة حرب جديدة. الاحتلال مشغول أكثر بما يسمى بالجبهة الشمالية والتهديدات في سوريا، وربما زيارة مستشار الأمن القومي جون بولتون إلى الكيان الإسرائيلي واضح على أنه حمل يعني مضامين تتعلق بالوجود الإيراني في سوريا والتهديدات المفترضة للكيان الإسرائيلي من هذه الجبهة. فبالتالي الاحتلال يريد تسكين جبهة غزة. المفاوضات التي يرفض ربما أو يفترض أن تستأنف بعد العيد، ربما تحمل شيئا جديدا فيما يتعلق بإبرام تهدئة على الأقل مرضية للمقاومة الفلسطينية ومرضية للاحتلال. سيد عز الدين، دائما ما يخطر في ذهني حقيقة وأنا أتحدث إلى ضيوف من فلسطين أو من سوريا قضية المعارضة السورية أو المقاومة الفلسطينية، أين هي الآن؟ أين هذه الجهات؟ هذه الجهات هل يقتصر عملها على مجرد تصريحات أم دخول في هدن مع الاحتلال كقضية غزة؟ أين رام الله؟ أين حركة فتح؟ أين الجهات الأخرى؟ لماذا لا نرى توافقا حقيقيا مجرد حديث عن مصالحة؟
يعني المقاومة الفلسطينية من جانبها تبذل ما تستطيع، يعني جولة التصعيد الأخيرة المقاومة أثبتت على أنها قادرة على قلب المعادلة، وبالتالي نحن أمام جولة المصالحة، عفوا جولة التهدئة الأخيرة. أما فيما يتعلق بأداء السلطة الفلسطينية وحركتها، بالتالي لا شك أن حالة الانقسام والتي تشهدها الساحة الفلسطينية مؤثرة بشكل كبير على واقع المقاومة الفلسطينية. يتحمل السيد محمود عباس للأسف مسؤولية كبيرة في تعطيل جبهة مقاومة قوية في الضفة الغربية بفعل التنسيق الأمني. نأمل أن يعني تتوصل أن تتم المصالحة الفلسطينية وأن توحد جهود وطنية على الأقل لمواجهة مخطط الاحتلال فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. السيد عز الدين إبراهيم الكاتب والصحفي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.